نمشي مباشرة مع محامي رابطات حماية الثورة الأستاذ بوبكر بن علي. اليوم سمعنا من يمثل سيد العجودي اللي هو رئيس الراب دعا إلى حل الرباعي الراعي للحوار، وتهمه يعني بأنه يقوم بعمل يعني واضح ومسيس. شنو موقفكم أنتم من الحكم هذا؟ أنا موقفي أولاً أنا أنوب الرابطة الوطنية لحماية الثورة وليست روابط حماية الثورة. والقضية التي رفعت هي ضد الرابطة الوطنية لحماية الثورة وليست ضد الروابط. شنو الفرق ما بيناتهم؟ يمكن ليس تسمع فينا الفرق خلط يعني في التسمية. الفرق واضح أمامنا حقوقيين يعلمون أن الدعوة مناطها طرف وقائم بها طرف آخر. يعني حينما نقول روابط حماية الثورة، الدعوة لم تكن موجهة ضد روابط حماية الثورة، كانت موجهة ضد الطرف بعينه هو طرف قانوني، جمعية قانونية لها ترخيص، وبالتالي الخلط لابد أن نبتعد عن هذا الخلط. أنا ما كنت أسمع إليه من الأستاذة نادية وكانت تحكي الموضوع ليس إيران، الموضوع هو هنالك جمعية تكونت على أساس قانوني، هنالك مسار سياسي معين، هنالك مخرجات لحوار وطني، أراد الحوار الوطني أن يصفي بين قوسين الرابطة الوطنية لحماية الثورة، وتم إكساء القرار السياسي بقرار قضائي وقرار قانون. نحن حينما دفعنا ورفعنا، أنا كمحامي رفعت من خلال فصل 105 من الدستور التونسي، فصل 105 أن المحامي هو شريك في إقامة العدل وهو يسعى إلى حماية الحقوق والحريات. هنالك جمعية تأسس تبقى القانون، هناك حرية في تأسيس الجمعيات، هناك حرية في العمل الجمعياتي والعمل السياسي. الجمعية هذه الجمعية تأسست على ذلك الأساس، نشطت على ذلك الأساس، وواجهنا ودافعنا ورفعنا ونظرنا عن الجمعية وطالبنا من المكلف العام زعامة الدولة ومن ورائه السيد كاتب العام للحكومة، أين هي الإثباتات؟ أين هي الأدلة التي تقدمون؟ ما رأيته بالأمس مثال بالأمس أو قبل الأمس يوم الجمعة، هنالك من أغلق الطريق أمام المحكمة الابتدائية، النيابة العمومية لم تحرك ساكنا، هنالك وكيل جمهورية وهنالك 31 مساعد لوكيل جمهورية، ولا أحد عاين ولا أحد حرك دعوة عمومية. لكن الرابطات مسألة أخرى، الرابطات أنا في رأيي هي مسألة توازنات، هي مسألة خصام سياسي زج به في القضاء أكثر منها أي شيء. بربي سامحني أستاذ، يعني كيف نقوله الرابطة من جهة والرابطات، فمش خلط يعني باش نخلطوا، فما اللعب تلاعب بالكلمات. لا. حتى أنه لا لا. المواطن يقول هذه رابطة روابط، احنا نقول هنا فروح الكل يعني. لا لا لا، هنالك فرق بين الرابطة وهنالك فرق بين الرابطات. الرابطة الرابطة جمعية تأسست على أساس المرسوم 88 ولها فروع مصرح بها، وبالتالي الرابطة هنالك رابطات أخرى هي كالتاجر القانوني والتاجر الفعلي. هنالك تاجر قانوني عنده بتيندة وينشط وله سجل تجاري، وهنالك تاجر فعلي ينصف في الأسواق ولكن ليس له أساس قانون. فما سؤال آخر قالته الأستاذة نادية شعبينة، باش نرجع لك سيدة نادية، قالت شنو الهدف نتاعها الجمعية هذه؟ يعني كل جمعية عندها هدف معين تعمل على يعني أنشئت على هذا، فما شنو تعمل الرابطة؟ الرابطة الوطنية لحماية الثورة حينما تأسست وحينما قامت لابد أن نتذكر أنها ولدت في إطار حراك ثوري، حراك سياسي، حراك نقابي، ولذلك حينما نعود إلى الرابطة إلى الرابطات أو الرابطة بالأساس تشكلت، وهنالك عدد الأحزاب التي تحاربها اليوم كانت من ضمن المؤسسين للرابطة الوطنية لحماية الثورة. ولكن الذي فرق بين رابطي اليوم ورابطي الأمس هي انتخابات 23 أكتوبر في رأيي. يعني الثورة كانت في مسار معين، الرابطة الوطنية لحماية الثورة تأسست، هنالك عديد المنتمين من أحزاب شتى ومن الأحزاب. أنا أذكر أن تقريبا جل مكونات ما يعرف اليوم بالرابي الجبهة الشعبية كانوا ضمن الرابطات، كانوا ضمن الرابطة. أذكر جيدا أن هنالك انتخابات بعد الثورة لهاته لمكونات هاته الرابطة دخل فيها العديد،
ولكن فيما بعد يعني انت سميت كان الجبهه تركيبه هنالك من هو من النهضه من هنالك من المؤتمر من التكتل من الحزب من حركه الشعب عديد الاحزاب.